طبعا كعادتي السنوية فضح شنط خواتي، بس هالمرة مع شاهي لأن آسيا ليتو مو مخلي أحد ما يشرب شاهي. طبعا هذه يا بنات شنطة سفر، يعني هذا الأشياء اللي أخذها في السفر، مو تجينا بيتنا، هذه أختي ما أنا في بيتنا. فيلا طبعا بسم الله، من وين نبتدي؟ إيش هذا؟ رينج لايت، لا تسألوني ليش بس في رينج لايت. لا ما شاء الله أختي مقسمة، يعني في عطور واضح لكم أختي إيش منا تعاني. فيرين قولون، هذا إيش؟ قطرات عيون، حبوب، شنو هذا؟ دقيقة هذا شدني الصراحة. ها شنو؟ دومبي، غثيان، ها شنو؟ والله بعد ما أدري حق وش، بس أكيد إنه معدة شيء. طبعا أتوقع في صيدلية هنا، هذا قطرة خشم ولا عيون، والله ما أدري. لا الحمد لله في عطور هنا شوي. طبعا تعرفون اللي بشنطتها فيه رينج لايت أكيد بتكون بشنطتها فيه أفياش. طيب هذا إيش؟ طبعا هذا حبيب الملايين، توقع بتلقونه بشنط خواتي كلهم لو بفتش شنط خواتي كلهم. وتد، رجعونا لوكسي لأني ما عاد ألقاه، نرجع مرة ثانية. طبعا هذا إيش؟ هذا أحلى شيء عند فيصل الدايل، لا تدورون غيره. هذا بلانكو، أي هذا أتوقع من نايس وين، نفس عبد الصمد القرشي. هذا إيش؟ فونديشن، لا هذا الغني فينا، ديور بلاشر، مرة حلو بنات، ترى أحلى من الوردي. إيش بعد؟ أنا واضح إيش؟ شنو هذا؟ هذا حق الرينج لايت، لأن الرينج لايت حقتها مرة كش، خلاص موريكم إياها. هذا إيش؟ أظافر، ريلاكسن. يا ربي هذا إيش؟ هذا إيش؟ لازم أسأل وأقول لكم هذا إيش. إلا هذا حق رموش. شنو هذا؟ شنو هذا؟ رينج لايت. أعلمكم إحنا الهوس وين واصل فينا عند أختي. يا رب هنا في ميك اب، يا رب هنا في ميك اب، لأن هذه الشنطة أنا ما أعرف حق إيش. لا فيتامين دي، حلو. هذه شنطة خليها آخر شيء. رموش، الحمد لله في ميك اب. لا الحمد لله هنا وصلنا خير. شنو هذا؟ هذا الاثنين، اذا تتابعون اسماء المالكي بتعرفون ان هذول الاثنين، خاصه السكرب بنات احلى شيء في العالم. هذا السكرب احلى سكرب شفته في حياتي، تلقونه في اي هيرب، مره حلو. وهذا الغسول حقه، ديودرون. هذا ايش هذا؟ هذا واقي شمس سبراي، مره حلو مره. هذا غارنيه فيتامين سي، صراحه ما سالتها اذا هو مناسبها ولا لا، بسال واقول لكم. هذا احلى شامبو حق القشره، مره مره حلو، مره يشيل لكم كل شيء بشعركم. شنو بعد؟ هذا مرطب، هي تمدحه مره بس ما عجبني. هذا عليه مدح واجد من ذا بودي شوب، اتوقع هو زي التنت مع لب بالم، اتوقع اي لب بالم وتنت. ما عجبني ريحته، خايسه كذا ريحته مشمش، ما ادري شلون ما عجبني. طبعا شنطه سفر لازم يكون موجود فرشه اسنان، وهذه فرشه اتوقع لسان، بس مره حلوين ترى فرشه لسان فرشه اسنان، انا ما ادري. نروح لاهم فقره، شنطه الميك اب. طبعا هذه من ايام فيكتوريا سيكريت، فيكتوريا سيكريت لما قفلوه من عندنا، ما ادري ليه قفلوه من عندنا الصراحه، الله يسامحكم. اخيرا اتوقع وصلنا لشنطه الميك اب. طبعا هذا مو ميك اب ميك اب، اتوقع هذا بس ارواج، اختي مهوسه، بس يا رب ان تكون درجاتها مو نفس درجات اختي الثانيه، لان انا بطلع من هذا البيت. شوف الصراحه البدايه ما تبشر خير، وكل شيء يقول انا نفس الثاني، بس لسه نتامل خير فيها. طبعا هذولي كلهم براند واحد، ما شاء الله احنا اعلان حق نايس ون، هذا كله كالة من نايس ون، يمكن كلهم نفس الالوان، يمكن هذا هو الغير. بس طبعا هذولي انا ما اعرف حق ايش، ما ادري هم محددات ما ليش محافظة عليهم للان، ما اعرف هذول الاشياء ايش يسوون، هذولي ايش يسوون. وهذول كلهم من شي ان، هذول ارواج مات، وهذا لب جلوس، بس طبعا كلهم لون واحد، يعني ليه المصاريف. هذا اتوقع كلكم تعرفون انه قديم لوك، بس بنات احلى محدد بالعالم. دقيقه ما ادري كم رقمه، قلم كحل للعين، بس انه يجنن بنات احنا نستخدمه محدد. هذه احلى مسكره، وعهد اختي
ما تستخدم مسكرة واحدة وما تخلص ما تخلص، لأن يدوبك تستخدمها كذا. هذا الأيلاينر أسنس مرة مرة حلو، أحلى أيلاينر صراحة. الحمد لله لقينا برش مع كل الأشياء هذه، في برش بس ما أعرف حق إيش البرش هذه، إذا ما فيه شو اسمه أي شادو، بس عاد كيفها كيفها. أنا مالي دخل، إيش بعد إيش بقى نشوف، بقى شيء والله ما بقى شيء الصراحة. بس يعني اكتبونا تقييمكم على شنطة أختي، والرجاء احترامها من احترامي. في شيء طاير، دقيقة، هذا المحدد، لا في هذا الشيء، هذا حق ميك اب فور ايفر مرة حلو، وهذا بنات من تخيل ما تتوقعون من وين، من نينجا، يجنن، هو زي الرج السحري بس انه مطور اكثر، بس انه مرة حلو مرة. وشكرا لكم، نرجع نكمل شاهين ان شاء الله. اختي ثاني جاية بالطريق، في فضايح جاية، الناس تفضح سوري فهلا وانا افضح شنطة هلي، فيلا ان شاء الله يوم سعيد.